السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض شوربة الجمبري بطريقة سهلة جدا. يلا بينا نشوف الطريقة على طول. معانا جمبري مغسول كويس جدا ومتشال الرأس بتاعته، فلفل اخضر وبصل ومعلقة ثوم وليمون وطماطم، التوابل بتاعتنا ملح وكمون وكزبرة ناشفة ونص معلقة كركم ولوري وحبهان. هنجيب الخلاط وهنحط فيه كل المكونات بتاعتنا، هنحط التوابل وهننزل بنص كوباية مية وهنضربهم في الخلاط. بعد كده هنجيب حلة وهنحطها على النار وهننزل باللوري والحبهان، بس نفتح فصوص الحبهان ونقلب فيهم لحد الريحة ما تطلع. وبعد كده هننزل بالخلطة، خدي بالك علشان الحلة بتبقى سخنة جدا. فايدة ان احنا ضربنا الخضار كله في الخلاط ان في الاخر الشوربة بتبقى صافية جدا وما فيهاش اي قطع من الخضار، مش بتحتاجي انك انت تصفيها. هنقلب تقليبة وهننزل بمعلقة زيت، واول ما تغلي معانا هننزل بالجمبري. هنقلب الجمبري لحد ما يغير لونه، واول ما يوصل للون ده هنسيبه يغلي، وبعد كده هننزل بمية مغلية. هنسيب الجمبري يستوي بس ما تطوليش عليه في السوى، عشان الجمبري لما بنطول عليه في السوى بيشد معانا. كده الجمبري استوى، شايفين ما شاء الله الشوربة فاتحة ازاي، مغمقتش والخضار كله دايب فيها مش باين. تقدري ان انتي تغرفيها على طول من غير ما تصفيها. يلا بينا نغرف الطبق بتاعنا، وده شكل الشوربة بعد ما غرفناها، ما شاء الله شايفين شكلها حلو ازاي. ان شاء الله تعملوها تعجبكم بألف هنا ان شاء الله. ما تنسوش لو عجبتكم الطريقة تضغطوا على اللايك وتشيروا الفيديو مع اصحابكم وتشتركوا في القناة لو مش مشتركين، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد بنزله. أشوفكم على خير إن شاء الله، مع السلامة.